كابتن سيد، طبعا بنقول لك الف الف مبروك. يعني احنا لو بتكلمنا على المجهود الفني اللي اتبذل في الفتره اللي فاتت وكلنا بنشيد بيه، لازم كمان نشيد على المستوى الاداري وعلى المستوى التنظيم وعلى الشكل الاحترافي اللي انت اشتغلت بيه خلال كل الفتره اللي فاتت، وتتويجك وشعورك بتتويج النادي الاهلي واكيد تتويجك بالتسعه. يعني الحمد لله. طبعا يمكن في البدايه لازم اقول مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه واللي ساندت ووقفت وشجعت، ومش هقول ان انا هبدا من النهارده، يعني لا، انا هبدا من مباراه سان داونز نفسها السنه اللي فاتت، لقاء العوده اللي كان في برج العرب، والمؤازره التاريخيه اللي كانت موجوده رغم ان انت كنت خسران خمسه هناك. صحيح. لكن كان في عدد كبير جدا جدا من الجماهير موجوده، وبعد ما انتهى بعد ما خلص اللقاء وكسبنا 1-0 وكان خلاص خرجنا، لكن الناس كانت بتشجع بشكل جبار جدا. اعتقد ان دي كانت البدايه الحقيقيه لبطوله النهارده. يعني مرينا بشكل كبير جدا من مواقف، لكن قبل ما اقولها ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ببارك لكابتن محمود الخطيب بالمشرف مع الكوره، لجنه التخطيط، الاداره التنفيذيه، يعني اداره التسويق، الاداريين والعمال وكل الناس اللي اشتغلت، كل الناس الحقيقه، رغم ان ممكن يبقى ناس ما بتبانش في الصوره لكن بيبقى لها دور كبير جدا، واحنا في الاهلي بنشتغل كعمل جماعي. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن زي ما انت قلت في السياق اللي كان في الانترو، يعني في ساعات ما بتبقاش عارف تعبر عن اللي جواك يعني، لكن كل اللي اقوله ان الحمد لله رب العالمين. لحظه استنيتها كل جماهير النادي الاهلي بقى لها 7 سنين، يمكن رغم كل اللي بيحصل ده احنا في اخر 4 سنين واصلين فاينل 3 مرات، رغم كل الانتقادات اللي انت بتشوفها خلاص بقى، يعني لازم كل يعني كل حاجه. احنا بالناس يعني بنتقبل النقد وبنتقبل وجهه النظر، لكن ساعات بتبقى زياده شويه، لكن مع ذلك بنسكت يعني وبنعدي اللي بنحب نشتغل. انت في 2017 كنت مع الوداد، وفي 2018 كنت مع الترجي في النهائي، و2020 النهارده كنت مع الزمالك. فالحمد لله طبعا على كل شيء.